سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديده. اليوم انا حندير لكم فيديو فاس كاميرا، دونك هذه هي المره الاولى اللي حندير لكم هكذا فيديو. ان شاء الله تعجبكم، ولا عجبكم نيزيتو باش تقولوا لي. هكا نولي ندير لكم دي سوجي داكтуаليتي ولا مواضيع اجتماعيه هكذايا فاس كاميرا، نهضر لكم ديريكتومون. اليوم كيما شفتوا في لو تيتغ راح نديروا ان تاغ واسمو فام فحلات، يعني جزائريه فحلات اون دوتغ تيرم. هذا لو تاغ هذا راح يكون en collaboration مع plusieurs youtubeuses، منهم نبدا بلا مورينا زين. دونك نحط لكم دي بريز دو في تاع لي شان ديالهم. لا مورينا زين سي اون بيرسون فورميدابل، هي دير دي فيديو رايحين بلوس بوتي، مي وشنو اونيك، يعني ما تلقاوهمش ايور، ما كان حتى واحد اخر يدير كيما هي. دونك تمد دي كونساي فريمون بريسيو، تعطي نصائح، دير دي توتو ميك اب، دير بلان 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 شوز. دونك نيزيتو باش تروحوا تشوفوا لاشين ديالها ولا ما تعرفوهاش بيان سور. ومن بعد كاين كانت معنا انجوي شيرينغ ام اللي هي مريم، دونك تاع لاين شان بوتي كيف كيف، و لا ميم شوز ال في دي شوز اونيك، يعني تمد لكم نصائح اون بروفوندور، ماشي غير هكاك برك استعملي هاد لو فوندو تاع هاد لابو ولا اوتر. ال دون فريمون لي ديتاي، سي انكرويبل. باش نحب لي فيديو ديالها باسكو جابرون توجور بلان بلان شوز، يعني نتعلمو حوايج سيانتيفيك كاريمون، ماشي غير كوتي بوتي برك هكاك سوبرفيسيال. دونك نيزيدو باش تروحو تشوفو لاشين ديالها، و جو سوي سور بلي حتعجبكم بالبزاف. ومن بعد عندنا لاشين مامو الجيريان ايمان، ولا ايمان مامو الجيريان اللي نورمالمون تعرفوها. هي سي اون فام دير دي فيديو بلوتو كيما انا، وشنو بلوس دو فلوغ كو موا، هي دير بزاف لي فلوغ مع وليدها ايتترا. دونك نيزيدو باش تشوفو لاشين ديالها، تواسي تانيك دي فيديو دو كويزين، دي كونساي، فوالا سي هايبر انتيريسون. دونك روحو شوفو لاشين تاعها وردو لي بالخبر. ولا جيتو من عند وحده فيهم مرحبا بكم عندي. دونك انا نقدم نفسي رابيدمون، معكم كاهينا من لاشين مامو الجيريان كاهو. جو بريزونت دي فيديو اون فادير ان بو دو تو، عندكم كوتي مامو، عندكم دي فوا ندير فلوغ، دي فوا كي نروح هكذا تحويسه ولا اون فواياج ولا نديكم معايا، ندير لكم دي فيديو دو ميناج، فوالا دي فيديو دو توت سورت. بيان سور راح نديرو كامل هاد لو تاغ، دونك كي تشوفو تكملو تشوفو لو تاغ ديالي، روحو شوفو لو تاغ تاع مي كوبين هكا باش تستفادو بزاف بزاف، باسكو كخواي موا كراكو رايحين تستفادو. بيان سور يقعدو هذا يقعد لو بوان دو فيو ديالي، يعني لو تاغ هذا سي دي كيسيون، مجموعة تاع أسئلة يخصو المرأة مباشرة وخاصة المرأة الجزائرية. ناخد التليفون تاعي، هاوليك لو تاغ ديالنا لهنايا، ورايحة نبدا نجاوب بإذن الله. Es-tu mariée? Donc oui, أنا مزوجة. Est-ce que tu as des enfants? Oui, un des طفل واحد اسمه إدريس. لي مالفيني تبوني يعرفوه. Alors, quelles études as-tu fait? واش من قرايه اللي درتها؟ دونك درت انتربريتاريا في لافاك سنترال، انجلي فرونسي عرب، فوالا. ومن بعد est-ce que tu travailles? Oui, نخدم ونقري. Je suis prof de français في الليسي. Alors, comment fais-tu pour bien gérer le travail et la maison, plus les enfants et le mari? Alors, pour bien gérer, je vais vous donner une réponse banale, c'est de nous organiser. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a des fois, je suis dépassée. Je ne peux pas avec le temps, je ne peux pas avec le trajet, parce que les gens ont fini de me faire. Je suis en Algérie, mais je suis vraiment loin. Je suis très loin, à peu près 2 heures de route. Donc des fois, je ne peux pas faire un tandem qui est bien. دي فوا سي امبوسيبل مع ادريس وكلش وباباه والدار راكو تعرفوا. دونك يلزم لكم كوميم ان مينيموم، يعني كي نقول لكم دي فوا فوز دي باسي، بصح لازم توجور لورغانيزاسيون دو باز لازم تكون. مالوغوزمون لا ريبونس بانا راح نقولها لكم، لازم تنظموا نفسكم ووقتكم، ميم ولا كنتو فامو فوي، يعني ولا كنتو نسا ماشي خدامات قاعدين في الدار، كيف يلزم لكم تنظموا وقتكم باش تعرفوا، باش سينو فو نالي با فوز ان سورتيغ، فوز الي اتر سوبميرجي، يعني ياكلكم الشغل، ياكلكم كلش، فوز الي ديبريمي، تكونوا دايما كارهين حياتكم ودايما تشكو، اي سا سي با بوسيبل. دونك يلزم لكم انغورجي
دونتوزيازم، يعني سيو كيما نقولوا حفزوا نفسكم، ديتو باللي هذاك لو ميناج سي جوست 1 اور ولا 1 اور ادمي ولا 2 اور بار جور، وهذا ما كان من بعد جوزو حاجه واحده اخرى، حاجه تاع بليزير، نقعد مع وليدي نوكلو نقصر معاه ولا نخرج ولا جو سي با بو امبورت، ولا نحكم ان ليفغ نقراه. يعني لازم 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 تدخلوا في هاد لورغانيزاسيون ديالكم، تدخلوا دي شوز تحبوهم نتوما بيرسونيلمون، سينو تكرهوا. يعني توجو خمو على روحكم اوسي، ما تقولوش غير الدار غير وليدي غير راجلي، نو كاين كانت انايا وانا جو سوي امبورطونت، باسكو انا كيما نقولوا انا لو نوايو تاع الدار، انا هي نواه البيت، ولا ما كنتش انا مليحه كل حاجه ما حاش تكون مليحه. دونك سيو نظموا نفسكم ودائما خمو على روحكم، ما تخلوش روحكم دو كوتي حتى من تولوا دون اون ديبرسيون وكارهين حياتكم. جوزو السؤال السادس، penses-tu que la femme doit forcément travailler à l'extérieur? يعني est-ce que فيراي لازم المراه تخدم برا؟ انا فيراي انا بيرسونيلمون لازم نخدم برا، ونقول لكم علاش. alors d'un côté كيما نقولوا دوكا الحال غالي وكلش، الواحد يفهم يخدم اون بلوس، بعيد على لاسبي فينانسيير، انايا بور موا امبوسيبل نقعد في الدار بلا ما نخدم ولا نتعلم حد حوايج، نحس روحي امبورطونت و اوتيل سورتو، يعني جو سير ا كلك شوز في لا سوسيتي. كي انا لا في يقول لي وي مدام فهمت، انا بور موا هذاك هو لو بليزير ديالي، سي ما ريوسيت. قلت لكم تري لوان دو كوتي فينانسي، ميم سي اون دي با جو كراش با سور ما باي، مي بصح لاسبي هذاك تاع نحس روحي اوتيل اي تري امبورطون بور موا. الوغ Nous avons la question suivante. Que penses-tu des hommes qui empêchent leurs femmes de travailler? Alors, la question de Rajel, les mecs qui ont été mis en train de trancher. Pour moi, Rajel, les mecs qui ont été mis en train de travailler, ما تخدمش يا باس بروبليم، معليش سي اون كونديسيون على التراي با، ملي تفهم معاها ما تخدمش، من بعد دار في حالو ولا يقولها ما تخدميش ما تخرجيش ايتترا، انا هذا جو سوي كونتر ا 100% بور نو با دير ا 1000%. يعني ما عنده حتى حق، داها من دار باباها خدامه وقال لها ما عليه تقعدي تخدمي، ومن بعد يدور في حالو. كاين بزاف دي زابوني باتو لي يقولوا لي كيفاش ندير معاه، افات يا با سوليوشن، لازم كاريمون كيما نقولوا يفو تيري لا سونات دالارم، جيبي باباك وجيبي اللي حضروا، باسكو هذا شرط مش شروط ديالكم، دونك ما يقدرش يعفس عليه كيما يحب هو. دونك انا بور موا الراجل هذا اللي ما يخليش مرته تخدم الوغ كو من الاول خلاها، ما عنده حتى حق، لا با دووا. ميتنو الراجل اللي ما كانش تخدم هي اصلا وبعد جابها لدارو وبعد ولات تحب تخدم، يعني اللي با اوبليجي يقبل لا، باسكو او فينا مي انا حبيت جو باس ان ميساج لهاد المراه هادي اللي حابه تخدم الوغ كو جامي خدمت، وبصح راجلها ما يخليها. يفو با ايزيتي باش تهضري معاه، يا لا كومونيكاسيون، يعني حتى حاجه ما تجيب السيف، كاين تواصل بينك وبين راجلك، سي فهميه بلي انت تو بيزوان دو بلوس، بلاك حابه تخدمي، بلاك حابه تتعلمي حوايج، بلاك حابه تحسي، بلاك تلعبي دور في المجتمع ديالنا. 8 كو بونستو دو لا فام كي دو نو جور اي انغاجي دون تو لي دومين؟ دونك شنو هو رايك في المراه اللي راهي داخله في كامل المجالات، يعني في المجتمع وفي الخدمه ايتترا؟ انا رايي سي كو حاجه مليحه طونك المراه شاده في نفها، طونك المراه تحترم نفسها وتحترم لونطوراج تاعها، يا اوكان بروبليم. انا جونكوراج توت لي فام اللي تحب تخدم كوتي ميليتير، تحب تخدم في لا سونتي، تحب تخدم في لونسيانمون، تحب تخدم في لي مينيستير، peu importe l'essentiel تكون شاده في نيفها وفي مبادئ تاعها. يعني ديما ما يكون عندك مبادئ، يعني هما لي برينسيپ، ويكونوا عندك نيف ما تخافي والو. كي تكوني تربيتي فحله جوستمون، رباوك والديك على دي برينسيپ ورباوك على مبادئ صحاح، لا يفو فونسي معليش. ولا راكي صغيره وكي حابه ديري حاجه كيما نقولوا بالك ان دومان ريزيرفي غير للرجال، باسكو حنا في لا سوسيتي عندنا شويه لي بريجوجي وكلش، اي با نقول لك فونس طونك توي عندك لا تيت اوت، طونك توي غارد لا تيت اوت وتخدمي بلونور تاعك يعني بالشرف، علاش لا لا. بون كوراج ا توت. فوالا انا جو سوتيان لي فام كي ترافاي في لي دومين لي نورمالمون دي دومين ماسكولين. الوغ ندوزو لا كيسيون سويفونت، que représente la réussite pour toi? Alors كما قلت لكم قبيله، انا pour moi la réussite ça veut pas dire un bon travail ولا la réussite pour moi la réussite finale، يعني باش نشوف انايا لو كان ننجح في حياتي ان شاء الله باذن الله سي الجنه، هذا سي لو بوت تاعي سوبريم هكذا.
pour moi la réussite يعني بالاعمال ديالي وكل حاجه سي الجنه انا والناس اللي نحبهم والمؤمنين كامل ان شاء الله على كل حال قولوا امين. مي في الدنيا دوك نقولوا شويه للور يعني بعيد على الاعمال وحليدي كبر وقرا وخدم في بلادو ويلا غيوسي في بلادو دونك سي سرا اون ريوسيت بور موا افون تو وانا يا بو ما بيتيت بيرسون ولي جوست للور ان بو ليا كما قلت لكم كما قولوا رضايه الوالدين ودعاوي الخير هذا ما كان سي سا لا ريوسيت انا بوغ موا الخدمه سي فري سا فيان تو ترافاي تكسي راسك عندك خدمه عندك اون كارير الحمد لله مي يكون علاقه ملاح مع الزوج تاعي الحمد لله هذيك سي اون ريوسيت وكما قلت لكم سورتو رضات على الوالدين ودعاوي الخير. الوغ دوكا نجوزو لا كيسيون سويفونت j'espère ma hache n'taoul bzaf mach hab ndirha bzaf twila hada la vidéo. Que penses-tu du sujet du mariage en Algérie plus les préparatifs abusés? Alors le sujet du mariage kima kont nqol lkom juste avant ana pour moi wala ndo une importance ktar men lazem. Le mariage صح نصف الدين وصح في الدين مذكور وفي الاسلام مذكور وكل حاجه mais ça veut pas dire que le kan ma tzawjich wala le kan ma tzawjch c'est la fin du monde. Pas du tout. Qu'il y a des célibataires aïchines très très bien ou qu'il y a des gens mariés aïchines malheureux. Yani, le mariage, tibqa bien sûr, sotara, li ma andhaj babaha ou la khouha mskina ou la haja, yistarha rajil, mais bsah wichno, ma tarmish roh kbark. Machine tzouwouj bak, l'essentiel je me marie. Non, pas du tout. Andi charote, ou la ma tzouwouj, c'est pas la fin du monde. Sah haja mleha ou kul haja, c'est pas pour rien les din ta'na yahdar alayh, mais bsah ça veut pas dire lazim tzouwouj à tout prix, sinon hna من سوا والو نو 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 فوا غيتي مع هاد لي زيدي تاع لو مارياج il m'a sauvé ولا نو 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 الحمد لله دوكا المراه تخدم جوستمون الي فيكولي كيما قلت لكم توجور حاجه وحده شدي بك في نيفك وفي الشرف ديالك هذا ما كان دي مومون وين طومبير انت راضي عليك ولا خوك راضي عليك ولا ما تحرواش في لو ريست تو سامبلمون. alors maintenant pour les préparatifs abusés انا je suis contre انا personnellement كاع واش درت في تروسو ديالي ولا استعملت ما جبت حوايج زيادة على الهبال ولا نو با دو تو المطارح سكيلفو الشوره سكيلفو يعني لي زور كيف كيف ماشي راح ندير تخوسو تاع هبال ومن بعد او فينال الحوايج يجي صفارولي ولا سي با دو لا بون كاليتي باسكو نحوسو على لا كونتيتي اي نو لا كاليتي هادي تاني سي ان بروبليم دونك انا جو بريفير تشرو كلكو زيليمون يعني من كل حاجه باغ اكزومبل لي درا لي ناب فان كلكو زيليمون من كل حاجه حتشروها وتشروهم دو بون كاليتي كو تشرو 20 وهما كامل خرده فوالا شينوا ايتترا دونك انا جو سوي كونتر هاد لي بريباراتيف ابوزي وميم هادوك لي بروتوكول بزاف سي ابوزي هادي مهيبه هادي هادي سي ابوزي نورمالمون بين الخطبه والزواج ماكسيموم عام ما كاش بلوس. alors on pose la question suivante la question تقول que penses-tu des mariages forcés? Alors bien sûr, je suis contre les mariages forcés. On peut pas forcer une personne à se tzawwaj. Déjà, لازم الرضا لازم يكون من طرفين في شروط الزواج. Donc ولا ما رضيتش علاه تزوجوني بالسيف؟ Je ne vois pas l'intérêt. كاين سي فري دي بير يزوجوا بناتهم بالعاني برك باش يمدوا لهم المهر ولا باسكو سي ان هوم كي ريش ومن بعد الطفله مسكينه تروح يرموها هكذاك دولا جول جوجو ما على بالهم واش يسوى وما على بالهم الراجل هذاك واش يسوى اسكو مزوج ماشي مزوج ايتترا. انا هذه جو سوي contre à 100%, c'est impossible de zouji une personne alors qu'elle est contre. Au moment hadak zouaj hadak jamais ikmel ala khair, ikmel b divorce ou la violence ou la autre ou la pire. يعني il faut pas forcer vos filles, mes chers parents là que tu سمعوا فيا pourquoi pas à se marier, c'est contre nature. كيفاش تقدر تجبر على وحده تزوج؟ انا جو كومبرون با كيفاش عطيك قلبك باش بنتك اللي تربت عندك كبرت عندك تروح ترميها هكذاك برك وتسيف عليها زواج الوغ كو هي ما راهيش حابه سا سي جوست با بوسيبل. question suivante question 12 que penses-tu des mariages précipités? alors les mariages précipités dépendent de la durée du coup là c'est une question de 5-6 mois c'est pas précipité hakda ou yani si tu as eu le temps
باش باسكو هذاكم لازم توجور تسقسوا، ما ترموش روحكم هكذا برك. كاين رجال شحال من خطره يصراو هكا دي في دو سوسيتي، راجل متزوج مخبي مرتو عنده دراري وماشي مديكلاريهم، ومن بعد يحوس يتزوج او غون جور. دونك يلفو فيغ اتونسيون، لازم الواحد يسقسي ولا الناس قباح ولا توت اي بوسيبل. دونك لازم تسقسوا بيان avant de vous marier. ماشي جاك عجبك فيزيكمون ولا عجبك دراهمو تقولي ايه جوست باش تقولي ايه، نو خدي وقتك وفو دوموندي، ولا راح هو يجي واحد اخر. يعني جوستمون شهر بي بعد على كامل البنات اللي مازال ما تزوجوش، الرجال اللي ماشي ملاح والبلا فوالا دو فاصون جينيرال. باسكو دي فوا تقولي لا لا معليه نقبل به باسكو هو مزروب، سورتو هذوك اللي يروحوا ليترونجي، باش يروح ليترونجي يقولها نو لازم نديك في 15 جوغ، مي سي با بوسيبل، هذا راهو زواج، ما تقبليش باش تروحي لكندا ولا لفرنسا ولا لانجلتير جوست باسكو سي ليترونجي. نو هادي فو انلفي هاد ليدي، باسكو شحال من وحده تروح لتما ومن بعد ال سو رون كونت بلي سي ان كالفير، تلقاي روحك في كابوس. كاين بزاف دي كا وين الراجل يدور على المراه، دونك فو با سي بريسيبيتي. انا جو سوي كونتر لي مارياج بريسيبيتي. دونك كيما قلت لكم ولا سي اون كيسيون دو 4 5 6 mois، معليش tu as le temps تهضري معاه في التليفون ولا تلاقاي به في الدار ولا باباك يتوتوريز باش يجي عندك. Enfin, je ne sais pas. L'essentiel, prendre le temps de connaître la personne, prendre le temps de demander. Yani, c'est la famille Diallo. Moi, je me retrouve dans le genre de rajel. Qu'adrer t'arfer, wishi swaou, etc. Maintenant, la question, que penses-tu de la violence contre la femme? La question ne se pose même pas. Anna, je suis contre la violence contre la femme, contre la violence contre les maris, contre la violence contre les enfants. Je suis contre tout type de violence. La violence, Anna, pour moi, elle est à bannir dans un foyer et dans une société. Mais elle n'a pas de place le foyer. Quand on dit foyer, on dit chaleur, on dit amour. Il dit le maison, il علاقات عائليه علاقات حب، يعني كو سوا مع انتر لي بارون ولا مع لي زونفون. لا فيولونس هذيك تخسر لا في تاع طول الموند، تاع لا مامون تاع لي زونفون و تاع لو بير لو كان تشكي به لا مير تو سامبلومون. باسكو ميدام سيل كي فيولونتي المراه اللي راجلها يضربها، ولا ماشي غير الضرب، لا فيولونس ا بو اتر فيربال، يعني يسبها يشتمها يلا غابس يعاير لها فاميلتها يعاير لها اصلها. هذه المراه elle doit se réveiller. Mais لازمش نتقبلوا كو يجي واحد كيك سو سوا دو هاد الدروا، راكي معززه مكرمه في دار باباك، واحد ما عنده الحق يرفد يدو عليك، واحد ما عنده الحق يسبك ولا يشتمك ولا يتغابس يقلل من قيمتك، واحد ما عنده لو دروا. كيما قلت لك ما لازمش تقبلوها، ما لازمش تقبلوا كو انا بون نهضر لكم على رجال في كو الاب والاخوه سي با فريمون نوتر سوجي، مي كيف كيفا سا روفيان او ميم. الراجل ما عندوش الحق يرفد يدو على مرتو ولا يسبها ولا يشتمها ولا 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 داكور. دونك يفو با اكسبتي داري هادو مساكن راحين يحصلوا وراحين يفون سوفرير. كي يشوف باباه يضرب يماه واش حبيتيه يولي هاد الولد؟ واش يولي ان كريمينال؟ بغيف الون كونتينيو. Quel est ton point de vue sur le divorce? Que penses-tu du regard de la société vis-à-vis de la femme divorcée? Alors, on a fait d'internet pour le abrad l'iman ou à talak. Il y a croha bzaf. Fait d'internet, il y a talak, ou alakin talak halal. Il y a une wahda li l'haq biha le cas où une lazem b'etcher elle saute le pas ou t'tlak, elle a le droit de t'tlak fait d'indiana. واحد ما يقدر يقول لك لو كونترير. دونك انايا بور موا لو ديفورس حاجه بعيده عليا، وان شاء الله بعيده على كل وحده فينا، وحده تسمع فيا، مي بصح تقعد اون ايشو، يعني مخرج جوستمون مخرج لواش. وشكون نهضروا جوست افون لا فيولونس لا بيرسيكوسيون لهذوك الحوايج كامل اللي جاوا، لا يبقى اون ايشو مخرج وشنو كما نقولوا ديرني ريكور، الحاجه الاخره اللي نروحوا ليها. من قبل الطلاق كاين بزاف مراحل، كاين لا كومونيكاسيون، كاين باش تجيبي الناس وديروا الصلح، كاين يعني كاين بزاف مراحل باش نلحقوا بعيد الشر للطلاق. وان شاء الله وحده فينا وحده فيكم ما تلحق للطلاق بعيد الشر. لا سوسيتي تاعنا ما حبش تتفهم باللي الطلاق حلال، يعني هاد الكلمه اللي تاع الرجاله هذه اللي ما تنقالش، اللي نورمالمون واحد ما ينطقها، ربي يهدي مخلق هكذا. لي فام ديفورسي ال سون فورت، وان شاء الله ربي دائما يخليهم فورت، يعني صحاح صح مونتالمون
مونطال مصحح بزاف باش يتقبلوا كاع هذاك لو روغار. ديجا هي الخزره برك هذه بلا كلام بلا مخلق. الله يهدينا. 15 que devrions-nous faire pour changer ces préjugés concernant le divorce. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, لازم نبدلو واش كاين في نفسنا حنايا. لو كان كل واحد يبدل واش كاين في نفسه المجتمع كامل يتبدل. يعني لازم نلحقوا ديباسيو شويه هذا التفكير هذايا اللي ما عنده حتى معنى, اللي ما عنده حتى مرجع, ونسيو نافونسيو. اون فام ديفورسي سي لا ديفورسي سي كو الحق بها يعني الله غالب عليها. سي با ان بليزير دو ديفورسي با دو تو. وهذاك الراجل اللي لا ديفورسي علاه اون ا با دو بريجوجي انفير لوي؟ علاه حبسونا لي بريجوجي؟ خلوها تعيش حياتها, كل واحد يعيش حياته, كل واحد يلتا بعمرو. يا اخي حتدخل في قبرك وحدك, يا اخي حسنات ديالك يقعدوا ليك, السيئات ديالك يقعدوا ليك. علاه تحوس على الناس؟ علاه تحوس على اكس اي غاك؟ تحوس على المراه واش دارت, والمراه والمراه والمراه. سا كومونس ا بيان فير هاد لي بريجوجي يفو كو سا سيس. Alors, une chose très drôle, kif kif le divorce, c'est un sujet vraiment vaste. Je vais en parler pendant toute une vidéo, même si j'ai juste un point de vue là-dessus. Mais ça, c'est des sujets très importants. La bière, comme le tag, il est vraiment important. Bref. Alors, quel est le fléau qui se répand dans notre pays contre la femme algérienne? Donc justement, le tag Kamel, on en a droit à plusieurs fléaux qui touchent la femme algérienne. Donc la femme algérienne, elle est qui comme persécutée. و يتبلاوها برا. لو كان دير ليزار فوق راسها كومبلي وتخرج يتبلاوها برا. يعني ماشي المراه اللي تجيب لعمرها, مانيش نهضر على مينوريتي, لا مين مراه اللي تحشم تحبط راسها وتمشي وهكذاك ويتبلاوها ويتبعوها في الطريق ويديروا لها دي كومونتير وما كي تقولوا لا يقولها وقلع عن بالك صح انت شابه, يبقى يعاير فيها اون بوبليك. وواحد ما يهدر, واحد ما يهدر في البوس, واحد ما يهدر في لاغيت بوس, واحد ما يهدر في الطريق, واحد ما يهدر ما كاش يا بيرسون كي بارل. هذه هي. دونك لازم حنا نتعلموا اون سو ديفون. لازم نتوما كل ما زوج الخدمه كامل راهي ليكم, الوغ كو لي ستاتستيك ديز لو كونترير. كل ما زوج المراه هي اللي تخدم راجل ما يديرو حتى خدمه. علاه؟ باسكو الطفله ملي تكون صغيره تقرا اي تدون افون في لي زيتود ديالها. دونك ان شاء الله ربي يجيب الخير, باسكو هاد لو فليو هذايا اللي راهو كونتر لا فام ما حبش يحبس وراهو غير يزيد. alors ندوز لا كيسيون سويفونت. تقول quel conseil donnerais-tu à une femme qui manque de confiance en elle؟ انا نقول لهاد المراه نقول لها انت tu es intelligente, انت يا tu es belle, انت يا تعرفي تهدري, انت اللي تربي الدراري, انت اللي تخرجي لي زوم اي لي فام تاع دوما تاع المجتمع. انا هاد المره نقول لها ما تسمعي لحتى واحد, باسكو سي اون بير كونفيونس ان نو لا فوت تاع من, لا فوت تاع لونتوراج, لا فوت تاع لو ماري ولا لا سور ولا لا كوبين ولا اللي تقول لك انتيا tu es voué à l'échec, انت ما حش تنجحي, انت ماشي شابه, انت هكا انت هكا انت هكا. نحي كامل هذوك لي باغول تاع الناس, ما تسمعي لحتى واحد, اسمعي لقلبك واش يقول لك. ربي خلقك, يعني خلقك شابه, خلقك انتيليجونت, خلقك عندك كامل المزايا اللي تحوسي عليهم اللي يعجبوك في الناس. هكذا ما لازمش تقولي لا لا انا جي با كونفيونس ان موا, لا لا انا جو سوي تيميد. نو سي ان ايتا ديسبري, لا تيميديتي تخطاي هاد ليتا ديسبري. لازم tu te motives chaque matin. خزري في روحك في المرايا وشوفي روحك combien tu es belle. هكذا باسكو لا بلوبارت تاع لي في كي مانك دو كونفيونس انيل تقول لك سي فيزيك. علاه سي فيزيك؟ باسكو سي لي جون لو ريغارد دي جون و تانيك لي بارول تاع لي جون. و توجور ديري في بالك بلي عندك قيمتك, عندك بلاصتك, كو سوا في المسيد اللي تقراي فيه ولا لونيفرسيتي ولا لونتربريز اللي تخدمي فيها, بلاصتك هذيك هي. اي فو با كو تيفاس, ما لازمش تمحي نفسك, لا لا افرضي نفسك, عندك ثقه في نفسك. باسكو نفسك ما حاش تخونك, ما حاش تخدعك, هذه نفسك صافي ديري فيها ثقه وتشوفي كيفاش يتبدل كلش اوتور دو توا. كان ميساج voudrais tu passer à toutes les femmes algériennes. دونك هذا لو تاغ هذا درناه à l'occasion du 8 mars 2018 و علاش درناه؟
c'est pour faire passer un message. Hadouma, c'est des questions existentielles qui concernent la femme. Mais bien, je dirais un tag léger, avec des questions légères. Là, là. On a des questions profondes. Mais je suis de Kumaraina, où si on va influencer des gens, les femmes, les gens qui sont hésitantes, ou les gens qui sont hésitantes, ou les gens qui sont l'essentiel. Toujours, 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 le واحد, انا personnellement, toujours nous les l'din. Nous قولكم شدوا في 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 نفكم, شدوا في مبادئ ديالكم وربي يطلعها على خير ان شاء الله. حبيت نقول لكم بون فيت هاد لا جورني هادية, ضحاو عليها النساء باش جابوها لنا, باش جبنا نو دووا باسكو اون افي اوكان دووا. نحب نمدوه لكم سي كو حنايا عندنا بلاصتنا في هاد المجتمع اوتون كو لوم. ان شاء الله ربي يوفقكم في حياتكم الزوجيه, حياتكم المهنيه, حياتكم العائليه, حياتكم العاطفيه, حياتكم بصفه عامه. وكم بالبزاف هادي حاجه تخرج فريمون من القلب, باش واش تروحوا تشوفوا لي تاغ تاع مي كوبين يقولوا عندكم اراء واحد اخرين يعني دوتغ زافي. ان شاء الله يعجبكم هذا لو تاغ, ولا عجبكم يفوا لو بارطاجي هكا باش كامل اليوتيوبرز ولا ميم لي انستغراموز واوتر يديروه. بون انا جو تاغي مطبخ وتدابير داداح منزل زان سي الفامي فيديو. جو تاغي كيمان بيوتي, جو تاغي كامل ان فيت كاع لي يوتيوبرز اللي نعرفهم. ما حاش نقول لكم كامل اسماءهم, مي ان توكا نيمبورت كاي يوتيوبرز تشوف هذا لو تاغ فو با ايزيتي ديريه. راح نحط لكم لي كيسيون اون بار دانفورماسيون, ونزيد نحط لكم لي كيسيون ان شاء الله سور ما باج فيسبوك. يعني ميم اللي عندهم دي باج فيسبوك ديروا لو تاغ, بوركوا با هكا فوز الي انسبيري دي جون. Vous allez les toucher, balak tbedlou des mentalités, balak voilà. Hada wa le but ta had le tag ki ma qult lkom. Inchallah ykoun ajbkom, la ajbkom n'hésitez pas à laisser un petit like. Dok nqol lkom tallah fi rwahtikom w fi nnas tahbouhom. Et à bientôt inchallah.